هذا القناه اللي استقبلتني. كنشكركم شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافه من جديد. استاذ النهار اللي جددت معكم واحد الفيديو، استقبلتوني عطيتوني واحد باش ندينو واحد الراي العام بين لهم حقائق على الذباب الالكتروني، هذا العصابه كما انا كنسميها بشخصيتي عصابه الذباب الالكتروني، لان هما دابا اكتشفت منظمه ارهابيه الكترونيه، ان هاد الناس هادو كينتميو لواحد الخليه، داكشي صعيب، لان هاد الناس اللي كيدخلوا وكيهددوني وكيصيفطوا ليا كتابه وكينوضوا يطلعوا مازال كيمروا عليا لايفات، اما تكون خائن معاهم، وإذا كنت وطني راح ننتقم منك ونجيبك بالتهديدات، وهذا الشيء عندي ما يفيد. هنا هانت كما كتشوف هذه الصفحه ديالي خاصه، انتما باش هذه الصفحه ديالي خاصه، هذا السيد هذا ها هو كما كتشوفوا الاسم ديالو على ما يسمى. انا نحاول نعاود نجبدو هانت، هو صيفط ليا هذا المنشور كيقول لك بان من انت دابا كتحب الوطن ديالك وهذا، حنا غادي نجي ندخل المغرب ان شاء الله، وهادي نصيفط موراك الامن غادي يجيبوك حتى لعندي. اذا ها التهديدات، انا مواطن مغربي كنحب الوطن ديالو كنحب مالكي، ها التهديدات من طرف اشخاص وحدين اخرين، ما لقيت دير حتى شي حاجه، ما لقيت لا خدمه لا والو، صافي ما لقيت حتى شي حاجه، فيسبوك صافي واتساب. هنا هاد السيد هذا نزيد واحد المساله اخرى، عندي جوج الوليدات باش برحمه الله سبحانه وتعالى، كنفكر نحبس هادشي لان محيت الصفحه ديالي الاولى اللي كنت انا كنضامن فيها مع الملك البلاد ومع مقدسه الوطنيه، هاد الناس بداو كيهدوني محيت ديك الصفحه، دابا هو السيد قلب على الصفحه ديالي وها هو ولا صيفط لي، لان داك السيد صيفط لي من قبل، هانتوما كما كتشوفوا ها هو الرقم ديالو، ها الكتاب ها الرقم ديالو، ها الكتابه ديال هاد الشخص اللي هو داك اللي وريتكم في المنشور. اللي كيهددني من طرف هاد الاشخاص هادو متابعين هاد الجمعيه اللي هضرت عليها في كازا، بداو كيهددوني دابا بالقتل، دابا انا راني مهدد وكنطلب من هاد المنبر، بغيت الصوت ديالي يوصل للامن الوطني في اقرب وقت خير ما غادي تكون فيا شي حاجه في هاد اليومين ولا في هاد الثلاث ايام، لان انا مهدد، الماكله ما كناكلهاش، هادو راه عصابه منظمه من طرف اشخاص، لان باغي نسميهم.